أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، يسعدني ويشرفني هذا اليوم أن أقدم أجمل التهاني والتبريكات لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة حلول يوم الله الأكبر، عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، اليوم الذي نصب به مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، مولا للمؤمنين والمؤمنات بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وتقدم جمهور الصحابة بالتهاني والتبريكات إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بهذه المناسبة قائلين: بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة. يسعدني طبعا ويشرفني هذه الليلة أن أناقش معكم هذه الحادثة التي وقعت في غدير خم في السنة العاشرة من الهجرة النبوية الشريفة. طبعا كثير من الناس يتكلمون عن هذا اليوم وعن هذا العيد بما أنه وصف كعيد من أعياد الله، ويعتبر العيد الأكبر على قول الإمام الصادق عليه السلام، قال: فضل عيد الغدير على باقي الأعياد كفضل الشمس على باقي الكواكب. وهذا يعني بأن له الأولوية وله الأكبرية وله الأهمية القصوى على باقي الأعياد. حتى نكون واضحين في كلامنا ونكون موصلين للفكرة إلى أكبر شريحة من الناس، ننقل آراء الناس. أغلب الناس وخاصة البسطاء منهم يقول: إحنا من صرنا ودرنا لليوم ما سمعنا عيد غدير وعيد أكبر. إحنا نعرف عيدين، نعرف عيد ضحية يجي من بعد الحج 4 أيام، هذا الناس تروح للحج، ومن بعد الحج أكو عيد يوم اللي ينزلون من عرفات إلى مزدلفة ومشعر الحرام، يروحون يرجمون يجون ينحرون ويحلون الإحرام، وهذا عيد. ونعرف عيد فطر اللي يجي برمضان، الناس تصوم برمضان شهر كامل ونتيجة صيامهم إن شاء الله مقبولة، ويطلعون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وذلك يكون عيد ثاني يوم 3 أيام عندنا عيد، وهذا معروف. زين، منين إجانا عيد الغدير؟ شو ما سامعين به؟ طبعا لهم الحق في ذلك، ما سامعين به لأن تاريخ الإسلام مر ب 83 سنة تقريبا من حكم بني أمية. شلون تتوقع بني أمية مثلا أنه يطلعوا لك أو يبرزوا لك عيد مثل هذا العيد حتى يسقط كل مبادئهم؟ ومن بعد الأمويين إجوا العباسيين اللي هم أشد عداوة لأهل البيت من الأمويين. زين، ومن بعد العباسيين إجوا العثمانيين، ومن بعد العثمانيين إجوا الإنجليز، ومن وراء الإنجليز إجوا الأمريكان، واليومنا الحالي تتكالب الأمم على ماذا؟ على تضليل هذه المناسبة. وللدور الإعلامي مهم جدا. قبل كان ماكو دور إعلامي، كان تخويف، كان قتل، كان سلب، كان تشريد لكل من يتكلم في هذه الحادثة. أما اليوم الإعلام يقولون مثلا: كثر الدق فك اللحيم، من كثر المواقع ومن كثر القنوات ومن كثر الناس المغرضة أكيد الناس يضلل عليها، ما تسمع. طبعا ما تسمع، لأن الأمور اللي تعاديهم، الأمور اللي تهدم مبادئهم وأركان دولهم، أكيد يحاولون أن يضللون. ويكفيك الناس اللي في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، في زمن وجود الإمام، ظللوا أفكارهم بحيث أهل الشام كانوا يتصورون بأن علي بن أبي طالب لا يصلي، إلى أن قتل سلام الله عليه، إلى أن اغتيل واستشهد في بيت الله، شاع الخبر أن عليا سلام الله عليه قد قتل. قالوا: أين قتل؟ قالوا: في المسجد. قالوا: طيب، ما الذي جاء بعلي للمسجد؟ أنتم تقولون أن علي لا يصلي، إيش جاب علي للمسجد حتى يستشهد؟ إذن تبين كلامكم مو صحيح، علي مؤمن، علي يصلي. تصوروا بذاك الوقت استطاع معاوية وأتباعه من أسسوا الدولة الأموية أن يضللوا الأمة، يضللوا بحيث علي لا يزال على قيد الحياة وهم يعتقدون غير ذلك. إذن إخواني الأعزاء،
مسألة عيد الغدير وتنصيب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بارزة كبروز الشمس في رابعة النهر. ويكفي للأخوة المتابعين الذين يريدون يعرفون الأسناد أن يراجعون موسوعة الغدير للعلامة المرحوم عبد الحسين شرف الدين الذي كتب 11 مجلدا في هذا الأمر. حتى الأهازيج التي قيلت، حتى الأشعار، كل الحوادث وضعها في 11 جزءا من موسوعته. فيها كل الأسانيد من طرق السنة ومن طرق الشيعة موجودة في هذا بهذه الموسوعة. من أراد أن يتبحر ويتأكد عليه الرجوع إلى التفاسير والرجوع إلى الأحاديث، ولكن الناس الذين يريدون يضللون القضية لإثبات حقيتهم في هذه المسألة. لكن إحنا شلون نناقشها؟ شلون نقول إن هناك عيد اسمه عيد الغدير؟ طبعا العيد لا يأتي إلا بنعمة، يعني الإنسان ما يفرح ما ينسر ما يعيد إلا هناك نعمة. طبعا ذهاب الناس إلى بيت الله الحرام وخروجهم من ذنوبهم نعمة، الله أنعم بها على حجاج بيت الله الحرام ومن يدعون لهم بالخير والسلامة. نعم يرجعون إلى أهاليهم بعيد، واللي أيضا يصوم شهر رمضان وتنغفر لذنوبه، فمن بعد شهر رمضان كان في ضيافة الله يخرج بالجوائز العظيمة ومغفرة الذنوب والبراءة من النار، طبعا يعيد. لكن أين النعمة في مسألة عيد الغدير؟ احنا شو نقول؟ احنا نقول نجي نرتب الأمور ترتيب عقلي. ترتيب العقلي مثل ترتيب البناء. البناء الترتيب البنائي يحتاج أولا أساس، بعدين حائط، بعدين سقف، وبعد ذلك تجي القضايا التجميلية. كذلك الفكر لابد أكو مسألة تسبق الأخرى، فلا يمكن أن نفكر بالثانية قبل وجود الأولى. فإحنا نجي نسأل، نقول عيد أضحية بعد الحج وعيد الفطر بعد رمضان، إذا لو ماكو رمضان أكو عيد فطر؟ طبعا لا. وإذا ماكو حج أكو عيد أضحى؟ ماكو. إذن عيد الفطر وعيد الأضحى معتمد على اليمن، معتمد على رمضان والحج، مثل ما الحائط الآن مستند على الأساس. نجي نبحث، لو ماكو إسلام، لو ماكو قرآن، أكو صيام وأكو حج؟ الجواب كلا، لازم أول مرة أكو إسلام حتى نقول أكو الإسلام أو القرآن فرض على الناس رمضان، صيام رمضان وحج بيت الله الحرام. إذا ماكو إسلام ماكو لا رمضان ولا حج، وإذا ماكو رمضان ولا حج إذا لا عيد فطر أكو ولا عيد شنو؟ أضحى أكو. هسه نجي إنه إذا نمسك بالإسلام أول مرة، خلينا نشوف الإسلام، بعدين من الإسلام نعرف رمضان ونعرف الحج، ومن رمضان والحج نعرف ماذا؟ عيد أضحية وعيد فطر. نجي للإسلام، الإسلام هو عبارة عن شنو؟ عن رسول وعن رسالة، القرآن والنبي صلى الله عليه وآله. هذا الإسلام لما بلغه النبي صلى الله عليه وآله للناس، اجوا لمجموعة من المسلمين من الصحابة المؤمنين قالوا له يا رسول الله أشبعتنا بعد جوع، جمعتنا بعد فرقة، أغنيتنا بعد فقر، أعززتنا بعد ذلة، قويتنا بعد ضعف وتراجع، الآن علمتنا بعد جهل، احنا نريد نكافئك على الإسلام، على القرآن، على تعبك. نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا، على اليمن، قل لا أسألكم عليه أجرا، على الإسلام، على القرآن، على التبليغ اللي أنتم جايين تتشكرون من عندي على أساسه، وتقول له يا رسول الله خذ منا ما تشاء، أولاد، أموال، ضياع، حلال، مقابل هذا الذي قمت به لأجلنا. نزلت الآية قل لا أسألكم عليه أجرا، أجر من؟ على الإسلام. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إذن وضع قيمة، وضع مقابل للإسلام هو مودة أهل البيت، يعني أجر النبي على تبليغ الإسلام مودة أهل البيت. إذا ما نلتزم مودة أهل البيت كأننا لم ندفع ثمن الإسلام. وانتو تعرفون أي واحد يصلي إذا يسرق له مثلا لباس، دشداشة، أي شيء مغصوب ويصلي به صلاة غير مقبولة.
اللي يصوم ويأكل من غذاء ما مدفوع الثمن أيضا صيامه مو مقبول. تجلس في بيت ما تدفع إيجار ولا تدفع ثمنه ما يجوز لك في الصلاة. إذن الإسلام أجر الإسلام كله مودة أهل البيت. فإذا كان ماكو مودة لأهل البيت معناه ماكو أجر للإسلام، وإذا ماكو أجر للإسلام يعني الإسلام حرام عليك. ثم إذا ماكو إسلام إذن ماكو شنو؟ ماكو لا فطر ولا حج، إذن لا عيد فطر ولا عيد أضحى. إذن لازم نعرف أن العيد الأساسي هو عيد الإسلام، عيد إكمال النعمة، إكمال الدين، إتمام النعمة. لذلك نزلت على النبي صلى الله عليه وآله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إتمام النعمة وإكمال الدين بماذا؟ يعني هاي الآية نزلت بالسنة العاشرة، النبي بدأ بتبليغ الإسلام 23 عام يبلغ الإسلام، يعني في آخر أيام الرسالة يقول له اليوم أكملت لكم دينكم. زين أكملت بماذا؟ هم صلوا وحجوا وزكوا وصاموا وجاهدوا في سبيل الله وأمروا بمعروف ونهوا عن منكر. إذن ما هو الشيء الذي به كمل الدين؟ ما هو الشيء الذي به تمت النعمة؟ وأبلغ الله سبحانه وتعالى هو رسوله الكريم صلى الله عليه وآله بلهجة شديدة لما عاد من حجة الوداع، قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن الموضوع ليس له علاقة بالعبادات. من يقول له بلغ الآن بعد 23 سنة من الرسالة ومن التبليغ، بماذا يبلغ؟ بالصلاة، بالصيام، بالحج، بالزكاة، هم يقومون بهذه الأعمال 23 سنة. إذن أكو موضوع خاص أمر الله به نبيه أن يبلغه في تلك الساعة. قال له: وإذا ما تبلغه أو ما تقول هذه الفقرة كأن الإسلام لم يبلغ. هكذا لهجة القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كأنك ما فعلت شيء بثلاثة وعشرين سنة. الإسلام سيذهب إدراج الرياح كما فعل بالأديان من قبل. التوراة التي حرفت والإنجيل الذي حرف والصحف والزبور وغيرها كلها حرفت. لماذا حرفت؟ لغياب الراعي الذي يكون حفيظا على هذا القرآن. لذلك في زمن النبي كان القرآن والنبي صلى الله عليه وآله، إذا اختلفوا في القرآن يعودون إلى النبي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كانوا يعودون إلى النبي. زين من بعد النبي إلى من يعودون؟ إذن تنصيب الخليفة، تنصيب الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى هو الذي أكمل الدين، بأن الدين سيبقى محفوظا على مدى الأيام القادمة وإلى يوم القيامة بتنصيب هذا الولي. لذلك اضطر النبي في غدير خم اللي هو منطقة وادي قريب بين مكة والمدينة، قريبة إلى مكة، وفي الهجير صيف وحارة والمسلمون عائدون من حج بيت الله الحرام، أوقفهم النبي هنا ووضعوا له مرتفع، وصعد النبي صلى الله عليه وآله ورتب الحديث ترتيبا كما بلغ. قال: أيها الناس، ألست بأولى بكم من أنفسكم؟ يعني أنا أولى بكم بقول القرآن. الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بمعنى النبي يستطيع أولى بي من نفسي، يعني يقدر حتى يطلق زوجتي بدون إذني، يقدر يفعل بي ما يشاء لأنه ولي بإذن الله، هو الواسطة بين الله وبين الناس. فقالها صريحة حتى لا تقبل التحريف: ألست أنا، أيها الناس، ألست أنا أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. بمعنى نفس الولاية اللي الله أعطاني إياها عليكم بلغني أن أعطيها لعلي بن أبي طالب. ومسك يده ورفع يده حتى بان بياض أبطيهما، وقال: من كنت مولاه، بالولاية الأولى اللي أنا أولى بكم من أنفسكم، بالولاية الأولى قال: ألست بأولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. ثم رفع يده قال: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، واجعل الحق معه أينما دار. يعني الحق يدور مدار علي وليس علي يدور مدار. وكذلك قال: يا علي، لا يحبك إلا كل مؤمن ولا يبغضك إلا كل منافق.
تلاحظ أحاديث كثيرة في حق علي. بعد ذلك قال يا أبا ذر إذا سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واديا لوحده فاسلك الوادي الذي سلكه علي، لأن عليا مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار. هذا الحديث في حديث غدير خم ينهي المسألة بكاملها. يعني من يتأكد هذا الحديث ويتأكد من مصادره الرئيسية ويقتنع به تنتهي نظريات الجميع بأكملها. من الأساس تنسف قضية الشورى. الله جل وعلا، أنت اسأل القرآن، هم شفت نبي انتخبوه شورى؟ لو الله ينتخبه 124 ألف نبي، أنت شوف أي نبي اللي انتخبت الناس، الله سبحانه وتعالى هو ينصبه. إذا تنصيب الأنبياء من حق الله، من 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 واجبات الموكلة على السماء، ليس من حق إنسان أن يختار نبي. زين، الأولياء، لاحظ موسى عليه السلام نبي ورسول وكليم الله ومن أولي العزم، لما راد وزير من أهله هو نصاب، لو طلب من الله أن ينصب قال رب اجعل لي وزيرا من أهلي، الله وافق لو ما وافق؟ وهو اقترح أخوه هارون، قال أنا اقترح هارون، يا ربي شو تقول؟ الله قال له لقد أوتيت سؤلك يا موسى قبل هارون. ولكن إبراهيم عليه السلام لما راد أن يخلي الإمامة في عقبه قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ هنا وافق الرب. الله جل وعلا قال لا ينال عهد الظالمين، خلاله شروط. هسه هذول بالأنبياء والأوصياء، حتى القادة، قصة بني إسرائيل اللي راحوا إلى نبي لهم وقالوا له ادعوا لنا ربك يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني حتى القتال في سبيل الله يحتاج إلى إذن من السماء. فالنبي ما قال لهم انتخبوا فلان ولا فلان، لا، انتظر، دع الله. الله سبحانه وتعالى أخبره إن طالوت يليق بهذا الأمر، فثالث يوم قال لهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا. طالوت رجل راعي غنم، رجل فقير، رجل غير معروف على المستوى العام، نصبه الله لأن يعلم أن هناك صفات في طالوت لا تتوفر في البقية. إن الله زاده بسطة في الجسم والعلم، يعني القائد لازم يكون شجاع ويكون عالم. زين، لأن إذا مو شجاع بس عالم يهجم ويهرب، لأنه جبان، وإذا شجاع وغير عالم يهجم وينقتل، يريد لها تخطيط المسألة. إذا لازم شجاع وعالم. بينما يوسف عليه السلام لما اختار مقام شنو اللي اختاره؟ قال اجعلني على خزائن الأرض، يعني وزير اقتصاد. لماذا؟ ما قال له وزير الحربية، ما قال له وزير الدفاع، قال له وزير اقتصاد. إني حفيظ عليم، لأن قضية الاقتصاد تريد واحد أمين وعليم، عنده علم يدير الاقتصاد وعنده أيضا أمانة، لأن إذا حرام يسرقنا وإذا جاهل يخسرنا. لاحظ كل موقع إلهي لابد من مواصفات خاصة، فما بالك بالدين الإسلامي، بل التأكيد على الدين الإسلامي أكثر من باقي الأديان، لأن لا دين بعده، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن إذا تعرض الدين للتحريف فما بال الناس كيف سيستقيمون على دين الله. إذن ضرورة حديث الغدير ويوم غدير خم هي أهم القضايا، أهم القضايا على مر العصور والتاريخ. تنصيب علي بن أبي طالب حافظا للدين هو الضمان الوحيد لبقاء الدين إلى يوم القيامة. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ندرك هذه القضية. نحن إذا أردنا أن نتكلم يعني بهذا الموضوع له مداخل كثيرة، له مداخل منطقية، له مداخل عقلية، له. طيب احنا اذا نريد مثلا على سبيل المثال، اذا عدنا رئيس مستشفى توفى، زين ننتخب من؟ نسوي شورى وانتخاب، يجوز يطلع مثلا شخص مهندس الى اصوات، زين المهندس يجي بالمستشفى شو يسوي؟ الطيار شو يسوي بالمستشفى مثلا؟ المهندس ماذا يفعل في المدرسة؟ لازم كل انسان له تخصص. إذن إذا غاب الرسول صلى الله عليه وآله من الذي يحل محله؟ إحنا نسوي انتخابات، يجوز رجل معروف بالدنيا وجاب أصوات يجي مكان النبي، شو يسوي؟ لابد أن اللي يأخذ محل النبي عنده علم النبي، عند أخلاق النبي، عبادة النبي، تربية النبي، المستوى المعروف للنبي عند الله خلقا عبادة علما. ولذلك أخواني الأعزاء وجود علي في هذا المكان هو لياقة، هي قضية، مو قضية قربة أو زوج بنته أو ابن عمه أو كذا أو كذا، لا، وإنما من جميع النواحي. أعبدكم علي، أقضاكم علي، أعلمكم علي، أزهدكم علي، أقربكم مني علي. يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت،
تلاحظ؟ ولذلك الإمام علي سلام الله عليه إذا قيس ببقية الصحابة كما تقاس الشمس بالكواكب. إخواني الموضوع متروك لكم، من أقضى من علي؟ وعمر بن الخطاب يقول لولا علي لهلك عمر. لماذا؟ لأنه لا يعرف، يعني يصيب ويخطئ، لكن الإمام لا يخطئ. وسئل أيضا الفراهيدي، قال له ليش أنت تفضل علي على الغير؟ قال لاحتياج الناس إليه واستغنائه عن الناس. والنبي صلى الله عليه وآله قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابي. هسه إذا قضية قيادة عسكرية أكو ناس تقود عسكرية، إذا قضية اجتماعية قضية مالية، أما قضية دينية الدين لا يولاه أي أحد، هناك مواصفات داخلية لا يعلم بها إلا الله ورسوله، وهناك آيات كثيرة أكدت على هذا المضمار. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للناس الذين ابتعدوا عن هذا الطريق ورجوعهم إلى جادة الصواب، وندعو الله للمؤمنين والمؤمنات الثبات على ولاية علي بن أبي طالب. اللهم ثبتنا على ولاية علي بن أبي طالب، اللهم لا تفرق بيننا وبين علي بن أبي طالب طرفة عين أبدا، اللهم حينا على ما عاش عليه علي بن أبي طالب وأمتنا على ما مات عليه علي بن أبي طالب، اللهم ارزقنا في الدنيا معرفته وشفاعته واتباعه، وارزقنا في الآخرة شفاعته. إنك